أرحب عبر الهاتف بالأستاذ إبراهيم الرؤسة، مستشار إعلامي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، حياكم الله، أحييك وأرحب بك وبضيوف الكرام مشاهدين. الله يسلمك. الله يسلمك أستاذ إبراهيم، إيش رأيك في الحملة أو الهاشتاج اللي الآن منتشر، أوقفوا تطبيق سناب شات في المملكة؟ هل هذا دليل على سوء استخدام الشعب لهذا التطبيق؟ حقيقة هي مطالبة بشكل مباشر، مطالبة غير منطقية. نعم. تماما، عندما تريد حجب وسيلة تواصل فرضها الثورة التقنية اللي تحدث حاليا. في السعودية في أكثر من 8 مليون مستخدم سناب شات متفاعل، ما هو خام. تصدر الرياض وجدة هذه المدن. الأعمار عندنا من 13 تقريبا حتى 35 حسب دراسة من سناب شات نفسها. فهذه أرقام تجعلنا يعني لا نفكر، يعني تجعل التفكير لإغلاق هذا التطبيق تفكير غير منطقي. إنما الأجدى مثل ما ذكرت الأخت الفاضلة، إنما زيادة الوعي، يعني زيادة الوعي هو اللي يقود إلى التحكم بالتطبيق، لا ليس التطبيق هو ما يتحكم بحياتك. صحيح. من وجهة نظر إعلامية، من وجهة نظر إعلامية بحكم إني إعلام. نعم. سناب شات أنا أرى إنه أفضل وسيلة اتصالية، وسيلة رائعة جدا وجاذبة، وفيها ما نسميه في علم الاتصال بتكامل اتصالي، بمعنى أن فيه الصوت والصورة والمباشرة ولغة الجسد والحواس كلها تعمل. هذه وبحسب دراسات قالت أن المحتوى المادي دائما يأخذ 85% من التأثير، بالتالي مثل تطبيق سناب شات وغيره من أي منتج، يعني حتى سناب شات أثر على تطبيقات مثل انستغرام. صحيح، على تطبيقات أخرى. صحيح، بالضبط بالضبط. يعني انستغرام بسبب يعني وجود الميزه المرئيه احدث او طلع في التحديث الستوري، كذلك البيرسكوب الاندماج اللي حدث في تويتر، كذلك يريد ان يصلون الى ما وصل اليه سناب شات. فنحن امام تطبيق رائع جدا، بالاضافه طبعا للحسابات الاخباريه المؤسسات الجهات، بالاضافه هو الاهم من هذا كله يا استاذ ابراهيم انه هذا المحتوى يخضع لمراقبه زي ما تويتر كمان أو اليوتيوب بيخضع لمراقبة محتوى، فهذا المهم. أستاذ إبراهيم الرؤسة، شكرا لهذه المداخلة.